الحقيقة كان مشهد جميل احنا نشوف كل هؤلاء من ممثلي الشعب ايضا في استاد القاهرة بيحتفلوا ايضا مع الرئيس السيسي والدولة المصرية بانطلاق المشروع القومي حياة كريمة، واللي بيصل لمحطة وآفاق جديدة ويتحول لمشروع قومي هو الأضخم. طبعا وجود كل هؤلاء الحضور ومشاركتهم جميعا إنما هو تأكيد على أن الجمهورية الجديدة بتشمل الجميع، الجمهورية التي أعلن الرئيس السيسي عن تدشينها بهذا المشروع الأهم والعملاق والذي يغير حياة أيضا 60 مليون مصري، وهي رسالة واضحة أن هذا المشروع يشمل الجميع. طبعا قوى 30 يونيو الرئيسية اللي شاركت في هذه الثورة وكل قوى المجتمع المصري باستثناء طبعا كل من حمل السلاح ضد هذا الوطن أو وقف في خندق الأعداء. خلينا نرحب معكم على التليفون بالدكتور ولاء جاد رئيس مبادرة حياة كريمة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك استاذ. بالتأكيد لحظة مهمة وربما توصف حتى بالتاريخية، انطلاق مشروع على حد الرئيس هو الأضخم والأكبر، وبالتالي احنا عايزين نقف مع حضرتك منذ انطلاق هذا المشروع اللي بالفعل الناس ممكن ما تبقاش بعض الناس مش واخده بالها من انطلاقه بالفعل وتحقيقه لمنجزات في مرحلته الاولى. نحن الان على عتبه المرحله الثانيه اللي بيشهد فيها المشروع توسع بشكل كبير جدا. ابرز ملامح المرحله الثانيه من هذه المشروع المفروض تنتهي امتى يا فندم؟ طبعا هو وفقا لتكليف السيد الرئيس احنا بنتكلم على مرحله جديده بتتضمن برنامج لتطوير الريف المصري بالكامل. الريف المصري احنا بنشتغل على مستوى مراكز اداريه لانه مستوى المركز هو اللي بيدينا فرصه ان احنا نغطي كامل القرى التابعه لهذا المركز بالخدمات، وفي نفس الوقت بيدينا فرصه ان احنا نطبق المعايير التخطيطيه. فبنستهدف 172 مركز في 20 محافظه على مدار 3 سنوات زي ما وجه السيد الرئيس. بنبدا يعني حاليا بنشتغل في المرحله الاولى او الشريحه الاولى من هذه المرحله على مستوى 52 مركز اداري ب 1436 قريه، هينتهي فيهم العمل ان شاء الله في 30/6/2022، ثم يتوالى يعني تغطيه باقي المراكز خلال العامين المقبلين وصولا للانتهاء من البرنامج كاملا ان شاء الله في 30/6/2024. طيب جميل جدا. طبعا حضرتك يعني اكيد بتشعر بمسؤوليه كبيره وخاصه انه هذا المشروع اصبح هو عنوان للجمهوريه الجديده، وده دليل ايضا على كبر هذا المشروع. الى اي مدى بيعتبر هذا المشروع عملاق عشان يتضح للساده المشاهدين؟ يعني المشروع ده مشروع دوله، كل اجهزه الدوله بالكامل بتشترك في تنفيذه، كل الوزارات المصريه، الاذرع التنفيذيه للدوله المصريه، زملائنا في الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه والجهاز المركزي للتعمير واجهزه وزاره الاسكان، المحافظات واليات الاداره المحليه، منظمات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع الخاص. وبالتالي احنا قدام مشروع ضخم جدا، لكن الاهم كمان من كل ده ان المشروع بيقف وراه اراده سياسيه غير مسبوقه. لاول مره الدوله المصريه بتتبنى برنامج بهذا الشكل، بهذا القدر من الموازنه، بهذا الشمول. يمكن من 200 سنة لو بنتكلم تحديدا من عصر محمد علي لم يشهد الريف المصري برنامج يستهدف أحداث تغييرات هيكلية زي البرنامج اللي احنا بنشوفه. الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس قال ان هذا البرنامج هو مشروع القرن بالنسبة لمصر، زي ما كان في القرن 19 بنتكلم على حفر قناة السويس، القرن 20 بنتكلم على بناء السد العالي. فبرنامج تطوير القرى المصريه ضمن المرحله الجديده لحياه كريمه هو مشروع القرن ال21. جميل جدا. هذا المشروع الجديد مش بس بيهدف لتغيير شكل الحياه اقتصاديا بالنسبه للريف المصري او تحسين او تخفيف العبء عن كاهل الناس، لكنه بيشمل ايضا كما فهمنا فكره بناء الانسان ثقافيا ومعنويا ايضا. ازاي ده هيتحقق في وجهه نظر حضرتك ومن خلال ايضا المخططات اللي حضرتك بتسعى اليها على ارض الواقع؟ يعني طبعا خليني بس اصحح ان يعني انا بتشرف باداره البرنامج في وزاره التنميه المحليه، لكن في زملاء بيديروا البرنامج في يعني كل ومعظم الوزارات المصريه. والمبادره بتدار مباشره ب يعني اشراف مباشر من دوله رئيس الوزراء. اللي عايز اقوله ان التدخلات الحقيقه بتشمل شقين، شق
مادي، بمعنى انه مرافق من البنية الاساسية، مرافق من الخدمات زي المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات، مجمعات للمصالح الحكومية علشان ييسر حصول على الخدمات الاجرائية. طبعا بنتكلم على كل مشروعات البنية التحتية اللي تحت الارض، بنتكلم على مرافق داعمة للاقتصاد زي مراكز تجميع الالبان، زي المجمعات الصناعية المصغرة اللي هتنشأ. ده جانب، لكن بيتوازن معاه كمان جانب تاني، او اللي يمكن ان نطلق عليه السوفت انترفينشنز او التدخلات غير الماديه، دي المتعلقه بالتوعيه والتدريب والتثقيف ومد مظله الحمايه الاجتماعيه للفئات الاولى بالرعايه. ففي تكامل في التدخلات، وكل هذه التدخلات مع بعض هتنتج تغيير كبير في نمط معيشه السكان الريفيين، هتنتج تحسن في مؤشرات جودة الحياة، وستساهم في إعادة بناء المواطن المصري دي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور، دكتور ولاء جاد رئيس مبادرة حياة كريمة، بشكرك شكرا جزيلا.